اخوان لا كارت اللي غادي نهضروا عليها اليوم مهمه لاي مغربي جاي الميريكان قرعه زواج اللي بغيتو. هاد الكارطا ديال الاخوان ما كايناش في المغرب. معظم الميريكانيين عندهم اكثر من 90% ديال الميريكانيين عندهم. الحياه شي شويه صعيبه بلا بها، عندها بزاف ديال الايجابيات وعندها بزاف ديال السلبيات. كما قلنا ما كايناش في المغرب، هادشي علاش ضروري تقلبوا عليها، تقلبوا عليها باللغه العربيه اللي ما عندكمش مع لونجلي، وتقلبوا عليها معلومات اكثر بلونجلي الا كانت عندكم لونجلي مزيانه. نشرحها لكم انا شنو هي هاد الكارت ولاش كتصلاح وشنو هما الايجابيات ديالها والسلبيات. الا ما عرفتوش السلبيات راه ممكن الاخوان الحياه ديالكم تولي من أسوأ لي فيرسيون اللي تخيلتي في الحياه ديالك في امريكا. تقدر تغرق شي غرقه خايبه الا ما كنتيش عرفتي هاد السلبيات ديالها، ولكن هي ضروريه مايمكنش تعيش بلا بها. هاد الكارطة ديال الاخوان سميتها كريدي كارت، ما كايناش في المغرب. فاش كدير كونت بنك كونت في البنكه في المغرب كيصاوبوا لك كونت عادي وكيديروا يعطيك واحد لاكارت سميتها ديبيت كارد. ديبيت كارد هو الكارطه اللي عندك كتمشي للكيشي كتيري الفلوس اللي عندك في الكونت، داكشي اللي عندك واللي كتيري. مشيتي لشي بلاصه بغيتي تشري بها كتشري بها بدوك الفلوس اللي عندك فقط. هادي الديبيت كارد اللي كاينه في المغرب، هادي كاينه حتى في ميريكان. ديبيت كارد في ميريكان كاينه واحد الكارت واحده اخرى اللي سميتها كريدي كارد. هاد الكريدي كارد هادي ما كايناش قلنا في المغرب. هادي كتعطيها لك يا اما بنكا او كتعطيها لك غنسميوها حنايا بنكا اونلاين او شركه ديال التامين الى اخره. كيكون عند بزاف في الحقيقه، ما كيكونوش عند وحدين، كيكون عند بزاف. هاد الكريدي كارد كيعطيوك واحد لاكارت فيها 2000 دولار بعض المرات، بعض المرات يقدروا يعطوك 10000 دولار على حسب السالير ديالك وعلى حسب الكريديت سكور ديالك الى اخره، هادشي غادي نشرحو. تخيلوا حنا سيدي جيتي لميريكان، فاش كتجي لميريكان كيعطوك اول كارت ديالك كتساوي 2000 دولار، هذيك ال 2000 دولار ما عندكش انت في الكونت مثلا، ولكن هما كيعطيوها لك كارطه، كيقول لك هاك سير خدم بها، كيقول لك خسر بها اللي بغيتي، ولكن في الاخر ديال الشهر خاصك تخلصها، الا ما خلصتيهاش غتخلص لي زانتيري ديال بعض المرات وصلت حتى ل 27% ديال لي زانتيري على داكشي اللي خديتي. غير هو الا خلصتيها قبل ما يسالي الشهر راه ما كتخلص والو، زيرو، راه بلا لي زانتيري. هادي من جهه. كاين ناس اللي غايقول لك هادي حرام حلال، غادي نهضروا عليها في الاخر شنو قالوا فقهاء اللي كاينين في ميريكان. حيت خاصك فقهاء كاينين في ميريكان باش يفهموا السيستيم كي داير باش يقدروا يعطوك راي. اما شي فقيه في المغرب ما عرف شنو هي كريدي كارت ويقول لك ريبه، صعيبه، خصك شي واحد اللي كاين هنا. تقول لي علاش اخويا انا كاع ندخل تصدع الراس ديال هاد الكارطه؟ ياك اخويا انايا نخسر الفلوس اللي عندي، علاش خاصني نستعمل هاد الكارطه هادي؟ هاد الكارطه هادي كل ما كتستعملها وكتخلص قبل ما تسالي الشهر ولا قبل ما يسالي الشهر كتزيد في واحد الحاجه كتسمى كريديت سكور. هنا في ميريكان كل شيء عنده كريديت سكور ديالو. الكريديت سكور مهم في حالة إلا كنتي باغي تاخد شي سلف بغيتي تشري طونوبيلة بالكريدي، هذاك اللي غيبيع لك الطونوبيل كيشوف الكريديت سكور ديالك، كيشوف دوك الكريديت اللي كانوا عندك ديال كريدي كارت واش خلصتيهم كاملين ولا عندك شي مشكل ما مخلصش شي حاجة. كلما أنت كتخلص كلما الكريديت سكور ديالك كيطلع كيوصل لواحد المونطو اللي كيبدي يزعمو عليك الناس أو الشركات. وتشري طونوبيل كيعطيك واحد لوطو دانتيري هابط وكيبيع كيعطوك الطونوبيل ماشي مشكل حيت عندك كريديت سكور طالع. الا كنت عندك كريديت سكور هابط اي انك عامر كريديت بداك لاكارت ما كيقدروش يعطوك سميتو ولا يعطيو لك بلوطو طالع. اذا بغيتي تشري طونوبيل كيشوفوا الكريديت سكور ديالك، الا بغيتي تكري كيشوفوا لك الكريديت سكور ديالك، الا بغيتي تشري دار كيشوفوا الكريديت سكور ديالك. اذا الكريديت سكور ديالك كينفع في هذا الشيء كامل، والكريديت سكور كيطلع فقط بطريقه مباشره بهذا الكريديت كارد اللي كتخلص كل شهر بطريقه مزيانه. اذا هذا لافونتاج الاول وعلاش كتصلح. لافونتاج الثاني هو الكريديت كارد كيديروا واحد الحاجه كتسمى بالكاش باك ولا المايلز. الكاش باك شنو معنى ديالها؟ هو فيما كتشري كيعطيوك واحد الفلوس. تقول لي مين كيجيبوا داك الفلوس؟ معظم الشركات اللي كيستعملوا هذاك التي بي اللي كدير فيه انت لاكارد كيقطعوا واحد الحاجه سميتها الفيز ديال الترانزاكشنز. اي انا مشيت نشري خبزه، خبزه كدير 50 درهم، خبزه كدير 5 درهم،
مول الحانوت كيبيع عليا ب 6 دراهم، هذيك درهم ديال ترانزاكشن. الا كتب ديبيت كارت كتحسب عليك ب 6 دراهم، وكديك كارت بعض المرات كترجع عليك ديك درهم كتاخذها انت كتحسبها ب 5 دراهم. هذا كيتسمى بالكاش باك، كتبدا ترجع لك فلوس ديال الترانزاكسيون. هذه الاستفاده الثانيه. الاستفاده الثالثه هو كل ما كتبدا تستعمل الكريدي كارت على حسب النوع ديال الكريدي كارت كيبدا تزودك مايلز. هذوك المايلز كتستعملهم في السفر باش تمشي للمغرب، باش تمشي شي دوله اخرى، وكينقصوا لك من الثمن ديال الطياره، وبعض المرات يقدروا يطلعوك حتى البيزنس كلاس. انت شريتي طياره عاديه ولكن حيت عندك المايلز بزاف تقدر تطلع دير الابجريد وكتطلع البيزنس كلاس. هادو الايجابيات الاخوان، كريديت سكور، كاش باك، مايلز، وبعض المرات كيصيفطوا لك ميساجات وكيقول لك مثلا هاد ستور هاد المحل راه غادي الا شريتي منه غادي نعطيوك 10% باك. مثلا شريت بي سي انايا من عند ابل، استعملت كريديت كارد ديال ابل، ردوا لي 2% من الثمن ديال الاصلي ديال بي سي. علاش؟ لان استعملت كريدي كارت. الا استعملت ديبيت كارت ما غيردوش ليا الفلوس، غيقطعوا ليا كل شيء. دابا هادو الحوايج 2% ديال 3 المليون ولا هادي راه ما عرفتش شحال جات، ولكن غتكون جايه رقم كبير زعما شويه با مال عليه. اذا كلما كتستعمل كريدي كارت كلما عندك الكاش باك ديال الفيز، وعندك سكور كريدت سكور، وعندك المايلز. هادو الايجابيات. سلبيات، من بين السلبيات هو كاين الناس اللي ما كيعرفوش يتعاملوا مع الفلوس وكيمشي يستعمل كريدي كارت وكيخسر اكثر من اللي كيدخل. السيد عنده في الكونط واحد 100 دولار مشى شد 2000 دولار طردقه كامله، كيتزادوا عليك لي زانتيري. فاش كيتزادوا عليك لي زانتيري كلما كتخسر فلوس ديال الكريدي كارت بزايد وما كتردهمش كلما كيصعب انك تخلص الكريدي ديالك. كاين الناس الاخوان هنا اللي عندهم كريدي ديال 90 مليون مثلا، كاين اللي كتوصل حتى ل 90 مليون، كيبدا يخلص عليها لي زانتيري كل شهر 1000 دولار بعض المرات، باقي كاع ما خلص البرينسيبل، باقي كاع ما تخلص الكريدي. تقدر تبدا تخلص اكثر من 30، هذه الغريبه واللي كتخلع. تقدر تبدا تخلص 30 عام وانت كتخلص كريدي كارت وما عمرك تخلصها، كتخلص غير لي زانتيري ديالها فقط وتبقى حياتك في الدوران. كاين البعض اللي كيديكلاري بانكروبسي، افلاس، ما كيقدرش يخلص، كيقول خويا ما نقدرش غرقت. فاش كديكرا بانكروبسي 5 سنين بعض المرات ما تقدرش دير كريدي كارت، ما تقدرش تكري، ما كاينش اللي يكري ليك، ما كاينش اللي يعطيك طوموبيل الا حصلتي، كتغرق في جميع بزاف ديال لي زافونتاج كيمشيو ليك. وشي حوايج بسيطين كيبداو يمشيو ليك، كيما منهم داك الكراء، تقدر ما تقدرش تكري، ما عندك كي دير، خاصك تكري بيت بطريقه عند شي واحد ولا عند مع شي واحد الى اخره. شو كتصعب الحياه. اذا الى عندكم شي سؤال من هذا الشيء زعما هادشي اللي قلت شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها لي في الكومنت، بارطاجيو هاد الفيديو لاي واحد جاي في الميريكان في المستقبل لان مفيد هاد الفيديو ليه. والناس اللي عايشين في ميريكان هادشي اللي قلت على كريدي كارت الا نسيت شي حاجه ضيفوها في الكومنت باش يستافدوا الناس. ما قلت نقدر نكون ما قلتش كلشي، ضيفوها في الكومنت باش يستافدوا الناس. ولا عندكم شي سؤال على شي موضوع اخر عنده علاقه بميريكان والحياه في ميريكان كتبوا لي في الكومنت نهضروا عليه في الفيديوهات الجايين. و سي يو نيكست تايم.